كل عام وانتم بخير ان شاء الله. ولو العيد بعد ما جاء بس نهني اهلنا في محافظة نينوى ونتمنى لهم العيد سعيد وبعيد عن المشاكل وبعيد عن الحوادث ان شاء الله. المستشفى احنا تعرفون يعني دائما اكو خفراء واكو التزام بالدوام خاصة بالعيد، لانه الاستشارة تقريبا ان شاء الله تكون مفتوحة، بس اذا ما فتحت اكو طوارئ واكو خفراء لكل حالات الطارئة. يعني كل تابعين مستشفى السلام. كل السلام وكل أقسام الجراحة النسائية الأطفال الباطنية كل الأقسام. تعرف لين بعد العيد يعني ممكن بسبب الحار ممكن ناس شوية تكثر بالأكل، فممكن يصير عندهم حالات الإسهال والإزواع ومع حرارة الجو. هاي بالنسبة للكبار، هاي بقية الأقسام تمشي عادي يعني كأي قسم بالمستشفى. نجي على الجو كلش راح يكون حار، خاصة ان احنا مقبلين على حر ما شاء الله سبحان الله يعني. فنفضل انه الناس تلتزم، خاصة بالنسبة للخروج وقت الظهر. هاي ممكن تصير اصابة ضربة شمس كثيرة، فقدان سوائل، اسهال وزواع بالنسبة للكبار وبالنسبة للاطفال. الاطفال سيجي وقت الاضاحي ما شاء الله، الاضاحي كثيرة هالسنة ان شاء الله، والدام وهاي شغلات الاضحية. فأفضل أنه يكون بها قيود للسلامة العامة حتى لا يصير أمراض. بالنسبة للأطفال نفضل الأهل يمنعوهم أن يخرجون وقت الحر، ممكن يصابون ضربة شمس، ممكن يصير التهاب إسهال وزواع يعني تكرام، ممكن حتى سحايا من الحر، يجون على المسابح، يجون على الألعاب الصجم والسيارات. هاي إيش قد يكون الأهل قدر الإمكان أن يقللوا منها خاصة بالنسبة للأطفال. بالنسبة للناس يعني قدر الإمكان خروجهم بالحر أقل ما يمكن، لأن الحر كلش عملنا مشاكل. الماء لازم الناس يعني تشرب أكبر كمية ممكنة حفاظا على صحتها، سوائل تتعوض، ما يفقدون سوائل، ما يفقدون أملاح، زائدا أنه يعني حتى لا يساعدهم جفاف. يعني أنت عاد تتعرق أكو تعرق مستمر، إيش قد تطيق تعويض بالماء. الماء كلش مهم بالنسبة للناس، وأهم شيء أهم شيء يتجنبون الخروج بالحر. إن شاء الله عيد خير وسلام على كل محافظتنا على كل بلد.